فقط بعشبة واحدة، إحياء بصيلة الشعر من الجذور وتقوية الشعر ومنع تساقط الشعر نهائيا. عشبة اليوم حب الرشاد، هذه العشبة المشهورة والغنية عن التعريف، لها العديد من الأسماء كالثفاء والبقدونس الحاد. وحب الرشاد تعود الجذور ديالها للخليج العربي أو الشرق الأوسط، غنية بالألياف الغذائية وفيتامين أ وفيتامين سي وبروتينات وكذلك المغنيسيوم والكالسيوم وحمض الفولياك. هذه الوصفة ديجا صورتها في الفيسبوك ولا التيك توك، وجميع التعاليق اللي كانوا عليها هما تعاليق إيجابية، يعني بزاف ديال الناس استعملوها وعطاتهم نتائج جد مرضيه. وتهنا في المحل التجاري دائما ما كيجيو زبائن وكيقولوا لي ان انا استعملنا الوصفه ديال حب الرشاد عطات نتائج رائعه. قبل ما ندوزوا لطريقه التطبيق والاستعمال، كيف ديما 90% من المشاهدين ديال المحتوى ديالي ما دايرينش مشاركه لهاد القناه، كلشي يدير مشاركه ويفعل الجرس ويشجعنا على المزيد من الفيديوهات. اول خطوه ناخذ ملعقه صغيره من حب الرشاد، نضيفوا اليوم 7 حبات من القرنفل او المسمار او العود على حسب كل منطقه وشنو كتسميه. بعد ذلك غنخويو عليهم نصف لتر من الماء وغنخليهم يطبخوا، نتركوهم على النار يطبخوا حتى حب الرشاد يطلق لنا واحد اللون ابيض. نصفيه في شي بخاخ يكون زجاجي، بعد ما احتفظنا به في بخاخ غادي نرشوا شعرنا بشكل يومي كل مساء وكل صباح مع تمشيط الشعر. ماشي اوبليجي نغسلوا شعرنا في ديك الوقيته، يعني نخليو تدوز يومين او 3 ايام عاد نغسلوا شعرنا. الوصفه ديجا مجربه ورائعه في منع تساقط الشعر، عندها حتى شي اثار سلبيه باستثناء المراه الحامل بيان سور ما تقدرش تستعملها، حيت حب الرشاد من الاعشاب اللي سخونه او ساخنه تقدر تكون عندها تاثير على المراه الحامل. اخوان وصلنا لاخر الفيديو، ما تنساوش تخليو لينا بشان رايكم في هذا الفيديو هذا المحتوى. شكرا للناس كيشجعون، تعليقاتكم كتفرحني والتشجيعات ديالكم كتخليني سعيد وانني نعطي اكثر. شكرا لكم، في امان الله. واحد